جميل والجميع. طيب خلنا نرجع لبحور، لكن اليوم اقام مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه مؤتمر صحفي، وتحدث فيه الدكتور سامر جطيلي عن بعض انجازات المملكه العربيه السعوديه خاصه في اليمن، وكان الحديث رائع جدا جدا جدا، وكان الحديث باللغه التي لا يختلف عليها احد، لغه الارقام. خلونا نشوف تقرير على المؤتمر نرجع لكم. يا سلام يا سلام. نحييكم في هذا المؤتمر الصحفي، وذلك لكي نعطي لمحات سريعة عن أهم إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في رحلته القصيرة خلال السنتين الماضية. ورسالتنا السعي جاهدين لجعل هذا المركز قائما على البعد الإنساني بعيدا عن أي دوافع أخرى، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة، وحرصا منا على إخواننا في اليمن الشقيق. وفي إطار عملية إعادة الأمل، فسيولي المركز أقصى درجات الاهتمام والرعاية للاحتياجات الإنسانية. إجمالي ما قدمته المملكة العربية السعودية خلال حوالي 20 سنة من العمل تجاوزت 65.9 مليار دولار. كم تشكل هذه النسبة من إجمالي الناتج المحلي؟ شكلت هذه النسبة ما مجمله 1.9%، المعدل التي تسعى له الأمم المتحدة كي تقدمه الدول الغنية أو المانحة للدول الفقيرة هو 0.7. أي أن المملكة العربية السعودية قدمت 3 أضعاف ما هو مطلوب من الدول الغنية أو المانحة للدول الفقيرة. ما هي أبرز الإنجازات حتى الآن في المجال الإنساني؟ قدمت المساعدات إلى حوالي 4.3 مليون شخص، 2.5 مليون يتلقون مساعدات إنسانية بشكل دوري، هناك 128 منظمة عاملة على الأرض توزعت بين منظمات محلية ومنظمات دولية غير حكومية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة. دعونا نتحاكم إلى لغة الأرقام، دعونا نتحاكم إلى المؤشرات التي يستخدمها المتخصصين في علم الإبيديميولوجي أو الأوبئة، وهي تعبر بشكل صريح على أن هذه الجهود أثمرت. وأقول أن وباء الكوليرا هو وباء مستوطن في اليمن، ووباء تكرر في السنوات السابقة 5 أو 6 السابقة حتى قبل بداية التحالف. فالذي يقول أن هذا الوباء هو سبب الحرب، الحقيقة أنه وباء أو الكوليرا هي مرض الحرب، هذا الحقيقة يعني يتجاوز كل الحقائق والفاكس التي تتعلق بتاريخ مرض الكوليرا الموجود في اليمن. كان يتكرر كل سنة. نحن نعد الآن لهجمة وبائية جديدة في الشهر الرابع عام 2018. نحاول أن نعمل على محورين، محاور برامج الوقاية ومحور التطعيمات، حتى نحاول منع وباء قادم بإذن الله عز وجل. التقرير تابعته اليوم من جماله كان ودي عرضه كامل. لغة الأرقام لغة ما يختلف عليها أحد. من ضمن الأشياء اللي ذكرها أنه ما قدمته المملكة العربية السعودية من الإغاثة هو 3 ضعفي الرقم الذي تطلبه الأمم المتحدة من الدول المانحة والدول الغنية، وهذا جزء بسيط مما يقدمه المشروع الملك سلمان الإغاثي أو للأعمال الإنسانية في اليمن وفي غيرها من دول العالم. دامت بلادنا حرة وغنية ومعطاءة. خلونا نرجع المحور نقاشنا قبل شوي كنا نتكلم عن